نحن مبسوطين كثير بحضورك حورية بيمس ايجيبت 2023، ونحن اشتقنا لك كثير فعلا. فلو بتخبرينا شوي هيك شو اخبارك، وكمان شو رايك او شو نصيحتك لمس ايجيبت 2023؟ اول حاجه بقول جود لك لكل البنات، وعايزه اقول لك ان في فرق شاسع من ان 2002 ودلوقتي. انا مسابقتي كانت في 2002 واتعملت على البحر في اسكندريه، فكانت في بنات كتير زي دلوقتي، وشايفه نسبه الجمال عاليه جدا وبنات اكتر من الاول. وطبعا انا مش مصدقه ان انا هنا، لان من 21 سنه انا كنت ملكه الجمال، وبعدين دلوقتي انا لازم انا اختار ملكه الجمال. بس هم كلهم زي القمر والله. في اي نصيحه للابكومينج مس ايجيبت يعني ممكن كده تنصحيها حتى تضلها في بالها؟ تنسى كلمه اسمها غرور، تنسى تماما غرور. ثانك يو اليك، ثانك يو.